ابدأوا بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. العام عندما كان سكوب التشيكي مدرب، كرة خطيرة والهدف الأول، هدف دفاعي حسين كودريزي يفتتح التسجيل للمنتخب اليمني، هدف أول يسجل، لاحظ سوء التغطية الدفاعية وبالتالي هدف أول، لاحظ هذه اللحظة خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جول، منتظر محمد، منتظر للعراق بهدف أول، هدف التعديل الجميل، ربما كرر. خلينا نشوف اللقطة، وبالمرة الأولى وبالمرة الثانية اعتقد لاوندي، لاوندي اي نعم اخرجها، وحسين عبد الله والحمد لله عدلنا بشوط المباراة الأول، لاوندي ثالث اهدافه هنا عادها، دخلت ما دخلت لك